بسم الله، السلام عليكم. هاد الكراغ هادو بقاو حاضرين على المغرب، يكذبوا على المغرب، يشتموا المغرب بتعليمات من خايب السميه ديالهم ومفزق حوايجو اللي مره مره يدير مناورات، والكذوب ديالهم ما يسمى حشاكم اللي كل مره يقول ما عندناش ديون. انا رانا باعتراف من البنك العالمي هذه اسبوع عندنا النسبه المئويه تاع النمو 4.2%. البنك العالمي في التقرير الاخير تاعو عنده اسبوع مع صندوق النقد الدولي يصرح ان الجزائر من الدول القلائل اللي ما عليهاش مديونيه. ونساو بلادهم واتحادياتهم، حتى فاقوا من الناس لقاو 700 مليار سنتيم كلها ديون، وديما الزلط والتفرعين ديال هذا القرع هذا اللي قال بان 700 مليار هي ميزانيه الدوله في افريقيا لمده عام. لا بدا يدخل مع افريقيا ولا 100%، هذا ربما كيقصد المملكة الشريفة. ونقول له بأن ديك 700 مليار لا تساوي شيئا خارج بلدك يا مهرج، وكفاك احتقارا للدول الإفريقية اللي راه أحسن منكم بألف درجة. وجدت هذه الاتحادية 700 مليار ديون بفضل تدخل الدولة الجزائرية وبفضل الاتحادية تم تسديد بعض الديون، تقريبا 300 وشي من الديون، ولكن 700 مليار سنتيم يا صاحبي راهي ميزانية بلد في إفريقيا ربما لمدة عام. 700 مليار رقم رهيب ورهيب جدا. محمد قاسي سعيد يقال بأنه محافظ الحسابات ورئيس الاتحاد تحدث على الشان، الأموال التي صرفت في تنظيم الشان، الأموال التي صرفت في تنظيم أيضا كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، الميزانية تاع المدرب السابق للمنتخب الوطني وطاقمه تجاوزت 62.9 مليار سنتيم. أرقام فلكية وأرقام خيالية. محمد قاسي سعيد، هل ستذهب الأمور إلى العدالة؟ يا رضوان، ياك اللجنة هذيك تاع الجياف هذيك ياك قعدت تقريبا 3 شهور في لافاف وفي الرابطة، يعني وسمعنا كلام قال لك نبعثوا لوزارة الشباب والرياضة، ووزارة الشباب والرياضة عاودت بعثت الدوسي هدايا لوزارة العدالة ونستناو. والفضيحة الكبرى أنهم يتكلمون وهم خائفون ولا يجرؤ أحد منهم برفع صوته، ويتكلمون ويحسبون ألف حساب لما يتفوهون به. وتدخل متحلل ديما ساكن في هذه القناة ليتكلم فقط من أجل الكلام. النتيجة بعدها اليوم الضمير تاعي ما يسمح ليش نامن، باسكو كان نامن واللي سمحوا لي نولي جايح. دوك ما نامنش خويا، سمحوني بهذه الكلمة، نولي جايح. أوديت في مولودية في هادي في كاع لي كلوب في الفيدراسيون سمعنا شحال عندها ملي لافير هادي سمعنا والو، ما كان والو. أمين أكساس، كلمة ربما حول هذا الرقم المرعب. يعني صراحة ما يكونوش قرارات، نعم رضوان، وما تكونش الناس محاسبة. اليوم لي كلوب كيفاش هادي فيدراسيون، هادي فيدرالية، شوفوا شنو يصرى اسمها هادي تمثل الكرة الجزائرية. دونك انت لي كلوب ما تقدرش غدو تحاسب لي بريزيدون، باسكو عم يصراو امور تاع وللبيتزا حصتها من اموالهم 4 مليار. تقول هاد البيتزا مصوبة بالذهب، زادوا كملوها وكيصابوا لهم ولا كيعطيهم فواتير وهمية. انت بالقضية تاع بيتزا راح تمنى من قبة الوهران في الشان 4 مليار. انا واحد قال لي البارح قال لي كون عطوني 10 ملايين سنتيم كون درت لهم لي بيتزا نوكل 50,000 سيبورتير في 5 جويي 4 ملاير. دار تقرير مالي ثاني، عطاو اشياء معلومات، قال لك حنا كاين بعض الوثائق ما عندناش.